ألغى الاحتلال اليوم تصريح دخول 500 فلسطيني من مواطني قطاع غزة إلى القدس لصلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك إثر إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقالت متحدثة باسم الإدارة المدنية للاحتلال إنه تم اتخاذ خطوة إلغاء جزء من هذه التدابير لتخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين خلال شهر رمضان لهذا الأسبوع بسبب الصاروخ الذي أطلقته إحدى فصائل المقاومة على جنوب الأراضي المحتلة ليلة أمس. وكان الاحتلال رد على إطلاق الصاروخ بضربة جوية استهدفت قطعة أرض فارغة قرب بلدة بيت حانون في قطاع غزة المحاصر، فيما لم تسفر عن وقوع إصابات وفقا لما أفاده سكان المنطقة.